أقول للشيء كن فيكون كما أقول للشيء كن فيكون. أول شرائط الطلبة أن يكون متدين وملتزم ومواظب. كنا نقرأ نحن أول يوم من دراستنا في المدرسة في الكتاب يسمى بجامع المقدمات. في أول جامع المقدمات بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول العلم معرفة الجبار وآخر العلم تفويض الأمر إليه. إذا كان الإنسان طلب ولا يعرف الله ولا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي عن نواهي الله ولا يواظب على الآداب والسنن فهذا ناقص إلى أبعد الحدود. أول شرط للطلبة بصورة خاصة ولو كان هذا شرط لكل المسلمين أن يطيع الله فيما يقول برنامج حياته مواظبته على صلاته مواظبته على صومه مواظبته على نافلة الليل صلاة الليل مواظبته على الصدق على الأمانة على إطاعة الله على ترك المعصية على كف البطن على كف العين على كف الأذن على كف الفرج كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مواظبته أن لا يستغيب أحدا لا يتكلم على أحد لا يهمل لا يلمز لا يطعن لا يأكل كثيرا لا يعمل عملا يخالف رضا الله سبحانه وتعالى. هذا أول شرط الطلب. إذا هذا الشرط موجود يتقدم، إذا هذا الشرط مو موجود لا يتقدم. تدوروا كل العلماء المراجع من زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأن في زمان الإمام أيضا أكو علماء مراجع، كل الناس قبلاء لم يتمكنوا من إيصال يدهم إلى علي، الإمام في مكان خاص. وحتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو علماء مراجع تلاميذ الرسول. إلى اليوم أكو عندكم مرجع ما كان مواظبا وقع معه. الإنسان يجب أن يواظب وله ملكة المواظبة على الطاعة حتى في الآداب والسنة. الآداب والسنن عندنا أخلاق وعندنا آداب في الشريعة الإسلامية. الأخلاق ما هو مذكور في كتاب جامع السعادة هذا يسمى بالأخلاق: الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء، الغيرة، المروءة، الشهامة، هذه آداب أخلاق. وعندنا آداب، آداب مذكور في كتاب المجلسي وهو كتاب حلية المتقين. وحقيقة هذا الكتاب حلية للمتقين، حلية المتقين، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النكاح، آداب الزواج، آداب النوم، آداب القيام من النوم، آداب المجلس، آداب السلام، آداب الكلام، آداب الرحم،
آداب الأولاد، آداب الآباء، هذه تسمى بالآداب. هذا شيئان. الشيء الأول هو المسائل الشرعية، الأحكام الإسلامية، حضور صلاة الجماعة، حضور مجالس الوعظ والإرشاد، تهذيب النفس. إذا هذا الشيء في الإنسان موجود، هذا الإنسان يتربى. إذا مو موجود هذا الشيء في الإنسان، هذا الشيء لا يترقى الإنسان. الشاعر يقول: شكوت إلى وكيع، وكيع حرف عالم، سوى حفظي، أحفظ ما أحفظ زين، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم فضل، العلم فضل من الله، وفضل الله لا يؤتى لعاصي، الله ما يعطي فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا إنسان لازم يوميا يفكر في هذا الشيء: إني أسير على جادة الشريعة في كل أوامرها ونواهيها. أكو فرد كتاب جميل جدا، لكن مع الأسف بالنسبة إلى الأصدقاء الذين لا يعرفون الفارسية، كتاب بالفارسي اسمه الكتاب قصص العلماء، هذا كلش خوش كتاب وجميل. هناك يقول أحد العلماء رأى رسول الله في المنام وقال: يا رسول الله، العلماء السابقون كانوا أصحاب كرامة، ونحن ما عندنا كرامة. كرامة يعني شنو؟ يعني الإخبار عن الغيب وما أشبه، هذه تسمى كرامة. يعني أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى يستجيب. لماذا هذا الشيء؟ العلماء السابقون كانوا أصحاب كرامة ونحن لسنا أصحاب كرامة. يقول أن الرسول قال له في المنام: لأنكم لستم كأولئك العلماء. شنو الفرق؟ قال الرسول: العلماء السابقون كانت أحكامهم اثنين، وأنتم أحكامكم خمسة. العلماء السابقون ما قاله الرسول افعل، والله افعلكم يفعلون ولو مستقر، وما قالوا لا تفعل ما كانوا يفعلونه ولو مكروه. وأما أنتم جعلتم الأحكام خمسة، جعلتم الأحكام هذا واجب نفعله، هذا مكروه مو مهم، هذا مستحب مو مهم، هذا حرام لا نفعله، أو أحيانا نفعله وأحيانا لا نفعله. قال الرسول في المنام إن أحكام العلماء السابقين كانت اثنين، يعني كل شيء قاله الله والرسول كانوا يفعلون سواء واجب أو مستحب، وأنتم صارت أحكامكم خمسة. يعني في حالة العمل، ها مو في حالة الحكم يقصد. ولذا لم تلحقوا بأولئك. الإنسان إذا أراد أن يكون صاحب أثر في هذه الحياة، أثر في سبيل الله، هذا الإنسان يحتاج، أول ما يحتاج في أول برنامج حياته، أن يكون مطيعاً لله في كل ما يأمر ويقول. إذا صار هكذا، السيد ابن طاووس رضوان الله عليه من علمائنا الكبار كان يقول: إني أشعر بليلة القدر، شعور وجداني، لأنه كان من الزهاد السيد ابن طاووس، وكان من أعاجب الزهاد والعلماء. كان يقول يعني يشعر شعورا، مو أنه يعني هل ليلة القدر، لأنه كان يقول يعني أنا أشوف أشياء في ليلة القدر. أبناء طاووس علماء حلة، علماءنا قبل 700 سنة. الإنسان الذي يطيع الله له أثر،
أثره ماذا؟ أثره استجابة دعائه. إذا دعاءك مو مستجاب أنت مو مربوط بالله، مو مقرب إلى الله. عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. الإنسان يصبح مثالا لله تعالى في إطاعة الكائنات له. الكائنات تطيعه. قصة مشهورة وجميلة في نفس الوقت أن الجماعة كانوا ركبوا سفينة، السفن السابقة الشراعية. هذه السفينة البحار السابقة، الأمواج والعواصف وحركات الماء، هذه كانت فرد شيء مدهش. والسفن الشراعية كانت تتلاطم في الأمواج والبحار، وكثيرا ما تنكفئ فيغرق أهلها. ولذا إذا صارت عواصف هؤلاء انقطع أملهم عن الحياة. الآن السفن بخارية، لكن السابق كانت السفن شراعية. جماعة كانوا راكبين في السفينة وفي عرض البحر تلاطمت الأمواج وهبت العواصف واضطربت السفينة كريشة كريشة في مهب الريح طائشة لا تستقر على حال من القلق. كريشة أخذت تتحرك وتضطرب. كل هؤلاء يبكون يدعون يتضرعون. أني شخصين شفت هذا الشيء. نحن ذات مرة كنا رايحين إلى قيلك هنا قريبة قبل 5 سنوات تقريبا، 4 راسخ ماء بين هنا وبين قيلك، وفي مرجعنا حبت عاصفة مع أن السفينة بخارية مو سفينة شراعية ومو بالريح. حبت عاصفة وأخذت الأمواج تتموج على أكثر الفروض بمقدار مترين، على أكثر الفروض مترين ماء تتموج، وأخذت السفينة تضطرب والماء يدخل في السفينة، وأنا كنت في السفينة من جملة الراكبين في السفينة، وكان الماء يدخل في السفينة فوجا فوجا. حتى فرد واحد من أصدقائنا حجم الله رجب الله يحفظه الآن موجود هنا ما يشوف، هذا كان راكب على اصطلاحهم قمارة السفينة، يعني على سطح السفينة. هذا من كثرة الأمواج يوم الجمعة كان اغتسل غسل الجمعة في مكانه، لأن الماء كان يأتي إلى السفينة مثل الجبل. وقلت أن الأمواج لم تكن إلا بمقدار مترين. أنا رأيت هؤلاء الذين كانوا في السفينة وكانوا ما يقارب 100 شخص في الحقيقة كلهم في أشد حالات الاضطراب، وكلهم توجهوا إلى الموت غير واحد منهم اللي ما كان هذا يضطرب، يعني يقول هذا الشيء عابر منه. وأنا شخصيا لأول مرة أركب السفينة وما كنت راعي البحر، سألت من هذا الكابتان السائق من السفينة، قلت هل هذا خطر؟ قال لا ما خطر. قلت لأن هذا يعلم، بينما هؤلاء أغلبهم من أهل الكويت وأغلبهم شايفين بحر، لكن الأمواج كانت بحيث كلهم يبكون ويتضرعون ويتوبون ويستغفرون، وكل ما يأتي من أيديهم يصنعون، لأن ماكو منجات، بحر واسع لا يرى أطرافه. والإنسان إذا غرق في لحظات الأسماك تتناوله من اليمين والشمال، لأن كنا نشوف الأسماك في أطراف السفينة كأنها تنتظر، كأنه جايين لاصطياد الفريسة. فهؤلاء كانوا في سفينة شراعية في الزمان القديم
ومرت بهم العاصفة والأمواج، وأخذ كل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويتوب إليه في نجاته. هؤلاء كلهم هكذا، كان من جملة هؤلاء الذين في السفينة عبد أسود. هذا العبد الأسود جالس في مكان ما يقول كل شيء، وهم يلطمون على رؤوسهم ويبكون ويتضرعون وما أشبه. هذا العبد الأسود لا يقول شيئا. قال أحدهم له: لماذا لا تقول شيئا أنت؟ آخر أحمق، لا رح نموت وتنكفئ السفينة في البحر، لماذا ما تقول ولا كلمة؟ قال: إن الملك ملكه، وهو أعرف بالصلاح. الملك ملك الله وهو أعرف بالصلاح. قالوا: هذا فلسفة، نحن كلنا أرواحنا في خطر، قل كلمة. تضرع، دعاء، كلمة. توجه العبد إلى السماء وقال: يا رب، إن كنت أنا وفيت بعهدي أوف بعهدك وأسكن البحر، وإذا فجأة انسكب. كأنه لم يكن شيئا مذكورا. كلهم تعجبوا منه، التفوا حوله يقبلونه، لأن واضح أن هذا الإنسان صارت هذه القصة. يقبلونه: من أنت؟ هل أنت خضر؟ هل أنت من أولياء الله الصالحين؟ قال: لا، أنا إنسان عادي اشترطت مع الله شرط، أن أسمع كلامه ويسمع كلامه، والآن ما زدت على هذه الكلمة. قلت: يا الله، إن أنا وفيت بعهدي كنت أسمع كلامك، أنت بسمع كلامي، أسكن البحر. الإنسان المطيع لله إطاعة مو هوى نفس، لأنه كثيرا ما تتدخل هوى النفس وتتدخل أشياء أخرى، فلا يطيع الإنسان الله سبحانه وتعالى. كل شيء قال الله مجزئ، لا يتدخل في شؤون الله تعالى وفي أحكامه. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يمنحه استجابة دعائه، دعاؤه استجاب، هذا أول علامة. المعصية خرق للشرط بين الإنسان وبين الله. في القرآن أكو هذا الشيء: أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. من عهد الله تعالى شنو؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا معاهدة بين الإنسان وبين الله. أوفوا بعهدك مع الله، الله يفي بعهده معك. لا تفي بعهدك مع الله، الله لا يفي بعهده معك. ما هو مشكلة؟ لأن مقتضى القاعدة أن الشروط من الطرفين، فإذا لم يفي الإنسان بالشر، الله لا يفي بالشر. الله لا يفي بالشر. من الضروري علينا ونحن الطلبة أن نسمع كل كلمات الله تعالى، كل أوامره. قراءة القرآن يومية، قراءة الأدعية يومية، صلاة الليل يومية، حضور الجماعة صبحا ظهرا مغربا. حضور الجماعة يعطي الإنسان فرد روحانية خاصة، مو صبح إنسان ينام لا قبل الشمس أو قبيل الشمس ويصلي صلاة عادية، لا، صلاة جماعة إنسان يصليها. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يصلي 5 أوقات، كان يصلي في بعض الأوقات 3 أوقات، لا، صلي واظب على الطاعة. أنا أذكر في كربلاء قبل أذان الصبح نشوف الحضرة ممتلئة من الناس، الكسل قام يجون إلى الحضرة عشان يكون قبل ساعة، نصف ساعة قبل أذان الصبح، أو حتى إذا ما كنت تقدر أن تقوم قبل أذان الصبح، نصف الليل قبل منامك صلي صلاة الليل المواظبة على النوافل 34 ركعة،
ركعتان صبح، 8 ركعات ظهر، 8 ركعات عصر، 4 ركعات بعد المغرب، ركعتين من جلوس بعد العشاء، 11 ركعة صلاة الليل. حتى إذا ما تمكنت أن تصلي في هذه الأوقات، صلها في غير أوقات جائز أيضا إن شاء الله. معد عند الإنسان فراغ يصلي. الاشتغال بذكر الله دائما، كان الإنسان لفظه يتلفظ بذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. حتى فكر الإنسان، يعني الإنسان لازم يضغط حتى فكر يوجه، لأن يصير هذا الشيء، توجه فكرك يصير. أحيانا فكرا سيء يخرق بينك وبين الله، ما عملته. في قصة جميلة، ما أدري أكو كتاب بالعربي أو ما أكو كتاب بالعربي، إلا البحار بالعربي. أما كتاب آخر أكو فريد كتاب اسمه النجم الثاقب لأحد علمائنا الكبار الحاج النوري، هذا كتاب جدا مهم. هذا في أحوال الإمام الغائب، النجم الثاقب في أحوال الإمام الغائب. إنسان يطالع أحوال الذين وصلوا إلى خدمة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هناك قصص أكو الذين وصلوا إلى خدمة الإمام، هناك يذكر فرد قصة حتى إنسان يلاحظ حتى فكرة. إنسان لازم دائما يوجه فكرة أيضا، لأن الفكرة هو مدخلية في الحياة. يقول فرد إنسان عطار، كلش إنسان طيب، هو صفى نفسه وجاهد 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 لأن يرى الإمام عليه الصلاة والسلام، وكمل وصار قابلا لأن يرى الإمام المهدي في عصر الغيبة الكبرى. جاءه إنسان وقال له تفضل نروح من الإمام. هذا قام من مكانه، كان بينهم بحر، افرض مثل هنا بحر وفيلكة، قال الإمام في فيلكة، ونروح من البحر إلى فيلكة حتى نشوف الإمام. هذا الإنسان العطار قال ما عندي وسيلة نقلية، ماكو سفينة، قال ما يحتاج سفينة. نتكلم من نذكر الله سبحانه وتعالى ونعبر البحر، كما أن عيسى المسيح في الحديث إنه كان يمشي على الماء، والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال تعليقا على هذا الحديث في رواية، قال لو زاد يقين الإنسان لمشى على الهواء، مو ما ما بصير كل شيء بإذن الله تعالى. فهذا العطار الذي جاهد مع نفسه وصفى نفسه قال ما عندنا وسيلة، لمندوب الإمام المهدي، مندوب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قال ما يحتاج وسيلة، وإنما نمشي على الماء. قال أنت ضع قدمك مكان قدمي. هو مندوب الإمام المهدي دخل الماء، بسم الله الرحمن الرحيم، وضع رجله على الماء، الماء كأنه صلد وصخ. هذا الإنسان وضع رجله مكان رجله مندوب الإمام المهدي، كم خطوة مشوا على البحر، خطوات، وإذا بالهواء تغين غين، وأخذت الأمطار تمطر رذاذا، أمطار صغيرة. هذا الإنسان العطار المتقي المؤمن فكر في نفسه أني صنعت الصابون وجعلت الصابون فوق السطح، لأن الصابون كان سابقا يصنع من الشحم، هذا الصابون يصنع من الشحم، يذاب الشحم، يخلط به مادة، يقولب، يجعل على السطح أو في مكان مشمس، الشمس تشرق عليه، يجف، يصبح صابونا. صابون مادته الصابون الحسن، مادته شحم الحيوان مخلوطا بشيء آخر، زائدا على شيء آخر. هذا كان عنده صابون ناشرهم في السقف حتى تشرق عليها الشمس وتجف صابونات ويبيعها. المطر لما ينزل
وأدنى الصابون شي واضح، يعني الشمس راحت، غابت الشمس. هذا العطار فكر في نفسه أن هذا المطر يؤذي صابونه، بمجرد أن فكر هذا التفكير وإذا به ينزلق في الماء. ذاك الأرض الصلبة توخرت، وهذا ماء منزلق. صاح مندوب الإمام المهدي قدامه ما يشوفه، لما سمع صيحته شافي غرقان، هذا راس ماله غرقان، أخذ يده وطلعه. قال ماذا فكر؟ وإذا به يسمع الصيحة من جانب الإمام عليه الصلاة والسلام: دعه فهذا رجل صابوني. هذا يفكر في صابونه، ما يفكر في الإمام المهدي. مع العلم هذا أحسن إنسان، حتى صار قابلا لأن يلتقي مع الإمام. لكن الذي يريد الالتقاء مع الإمام مو معناته أنه يعمل الواجبات والمحرمات يتركها فقط، وإنما معناه حتى قلبه موجه. توجيه قلب راح منه خلص دعه فهذا رجل صابوني، يعني هذا ما يفيد. حتى قلب الإنسان تحت المنظار، هذا الشيء حتى في العلم الحديث اكتشف، هاي شيء ديني نحن نقوله. حتى في العلم الحديث الآن أكو في أمريكا مدارس، هذه المدارس للفكر، لأنهم توجهوا إلى أن الفكر يموج أمواج. الفكر الفكرة، أنت تفكر، إذا ألقيت حصاة في هذا البحر يموج البحر، إذا تكلمت كلمة تموج الهواء موج. شايفين في كتب المدارس موجة صغيرة ثم كبيرة ثم كبيرة ثم كبيرة حتى تشمل كل الكرة الأرضية. موج صوتك الأمواج الراديوية، هذه الأمواج في كل دقيقة أو ثانية والشك مني تطوف حول الكرة الأرضية 7 مرات. موج، موجة صوت. أنت شلون تسمع كلامي؟ بالموج تسمع، موج الهواء. الآن اكتشف أن الفكر له موج. الفكر له موج. ولذا الآن أكو في أمريكا مدارس، هذه المدارس للفكر. يعني شنو؟ يعني هؤلاء يفكرون ويفكرون ويقوون التفكير تحت منهاج درسيها. يريدون هؤلاء أن فرد واحد أمريكي قاعد في نيويورك وفرد واحد سفيره في الصين يكلمه فكريا وهو يجيبه فكريا. فالصحف نشروا هذا الشيء، تبادل الأفكار أو تراسل الأفكار أو تداعي الأفكار أو ما شئت تسميه. فكر بيّن على أن فكرك له مدخلية هائلة. فرد مرة في الاتحاد السوفيتي، كتبت الجرائد قبل 10 سنوات أكثر أقل، مرأة في الاتحاد السوفيتي، هذه المرأة تعمل الأعمال بالفكر. الصحف نشرت، يعني شنو تعمل الأعمال بالفكر؟ وهي مرأة ملحدة لكنها مرتابة نفسيا، ولعلها مسلمة ما ندري، يعني الاتحاد السوفيتي مسلمات ووايد، أنه تحرك هذا الشيء بالفكر، بالموج الفكري تحركه، لأن صار عنده تركيز، عندها تركيز صار. حتى أنت وأنا بإمكاننا هذا الشيء، وهو أنه يوميا تخلو بنفسك فرد 5 دقائق 4 دقائق. في المدارس الفكرية يقولون هذا الشيء، وكثير مجربين هذا الشيء. مثلا افرض في قرآن، في سورة القرآن تفكر، تركز نفس تفكيرك في شيء واحد، مو يروح هنا وهنا وهنا وهنا، لأن الفكر يروح مكانات. إذا تمكنت من تركيز الفكر بالفكر تتمكن أن تعمل العمل. هذا كثير يجربون هذا الشيء، يعني ركز فكرك في نقطة خاصة، غمض عينك في مكان حلوة، لا يكون صياح، لا يكون صوت، لا يكون كذا، حتى تركز فكرك في نقطة خاصة. ركز فكرك في نقطة الكهرباء مثلا،
أو أي شيء من هذا القبيل، فكرك يصير مركز. الفكر المركز علامته، أول علامة هذه العلامة، يقولون في علماء النفس يقولون هذا الشيء في الكتب مذكور، أول علامة فرد واحد قدامك يمشي، ركز فكرك في أنه هذا يلتفت إلى خلفه يلتفت إلى خلفه. فرد واحد قاعد هنا، ركز فكرك في أنه يقوم يقوم. فرد واحد جاي يمشي، ركز فكرك في أن يقف يقف. هذا علامته، أول علامته، علامة التركيز الفكري في المدارس الفكرية يقولون هذا الشيء. لكن إذا تمكنت من تركيز فكرك، فالفكر أيضا له مدخلية، يعني حتى فكر المعصية، فكر المعصية له مدخلية. إنسان لازم لا يفكر حتى بالمعصية، تفكير بالمعصية ليس. فإذا نحن أطعنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا لساننا ويدنا ورجلنا وبطننا وكل شيء موجه لله سبحانه وتعالى، ما تكلمنا إلا بإذن الله، ما نمنا إلا بإذن الله، ما صلينا إلا بإذن الله، ما درسنا إلا بإذن الله، ما عملنا إلا لله، كله لله، حتى الرواح على المرحاض ودورة المياه لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن لبدنك عليك حقا في لسان أوليائه. فإذا عملنا هذا العمل تقربنا إلى الله، وإذا تقربنا إلى الله الله يعطينا مفاتيح الكون. أما هالشكل عادي، صار أصلي ما صار، ما أصلي صار، جماعة صار مو جماعة، صار أقوم صار مو أقوم، صار أكل صار مو أكل، بوتفة يعني حرام حلال، غيبة تهمة نميمة، قضايا الجنس استمناع، هالأشياء هذا الإنسان هو والبهيمة سواء. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لولده الحسن أبني، يعني يا بني أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، صورته صورة إنسان وقعه بهيمة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أو المثال الآخر اللي الله يضربه في القرآن الحكيم يقول كمثل الكلب. أو المثال الثالث فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قسم قالوا أن الله تعالى أظهر باطنهم لا أكثر ولا أقل، يعني باطنهم كانوا قردة وخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء الله أظهر باطنهم، باطنه كان خنزيرا أظهره الله تعالى، باطنه كان قردا أظهره الله سبحانه وتعالى. المسخ هذا هو، قسم من الناس مسخوا قردة، قسم خنازير، قسم زنابير، قسم أرانب، قسم فيل. هذين يقولون الله أظهر باطنهم لا أكثر ولا أقل، قسم من الناس تعالى أظهر باطنهم الله تعالى. من الضروري علينا في برنامج دروسنا وأعمالنا وكل شيء أن نطيع الله، حتى في المستحبات وحتى في ترك المكروهات. أحد علمائنا الأخيار، في الحقيقة كل علمائنا الباقين تاريخياً هذول كانوا في قمة القمة، لكن يجب مطالعة أحوالهم. هذا المولى أحمد الأردبيلي، مقدس الأردبيلي والمحقق الأردبيلي، هذا فرد عالم قبل 300 سنة، لكن من أعظم علمائنا. وهذا إذا أشكلت عليه مسألة، كان يذهب إلى حرم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويتكلم مع الإمام ويأخذ الجواب، وأحياناً كان يذهب إلى مسجد الكوفة ويتكلم مع الإمام الحجة. المقدس الأردبيلي أحواله مشهور، يجب علينا أن نقرأ أحوال هؤلاء العلماء. هذا كان من العلماء المجاهدين، في أحوال يذكرون أشياء جداً عجيبة في جهاده، من جملة قصص جهاده أنه ذات الليلة كانوا جاءوا له بمئة ليرة ذهبية. ما الليرة الذهبية ذاك اليوم يعني أفرض ربع مليون مالها اليوم، وهو طلبة في المدرسة،
نصف الليل قام وراى نفسه محترم والهواء بارد ما يتمكن يغتسل في المدرسة، فصار مضطرا أن يذهب إلى الحمام ليصلي صلاة الليل. حتى نعرف لماذا الإمام المهدي كان يتكلم معه والإمام أمير المؤمنين وهو ميت في قبره يتكلم معه. راح إلى الحمام، حمام مغلوق، طرق الباب، لأن سابقا أنا أذكر فرق واحد كان ينام بالحمام القاعدة كلية، ونحن أيضا كنا نروح مثلا الحمام، الحمام مغلوق كنا نطرق الباب يجي يفتح الباب، الحمامات العمومية. طرق الباب قال منو؟ قال فرق واحد يريد يغتسل. قال هو مو هسه روح صبح تعال، يعني ويا الأذان تعال، لأن الحمامات كان ويا الأذان قبل الأذان يفتح، أحيانا نصف ساعة بالأذان أحيانا أول الأذان يفتحوا الحمامات العمومية. قال روح. ذاك اليوم فرضا أجرة الحمام 10 فلوس، أنا أذكر وقت اللي أجرة الحمام 4 فلوس، إحنا كنا نروح للحمام ب4 فلوس. قال ما أفتح. قال أعطيك 10 فلوس. قال ما أفتح. قال أعطيك 20 فلس ما أفتح، أعطيك 100 فلس ما أفتح، أعطيك دينار يعني 100 ضعف ما أفتح، أعطيك ليرة، ليرة 7 دنانير يعني 700 ضعف ما أفتح. حتى وصل قال أعطيك 100 ليرة حتى يفتح الحمام ويغتسل ويصلي صلاة الليل، بينما كان له أن يتيمم ويصلي صلاة الليل، فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا حتى يكون حاضرا بحضور الله سبحانه وتعالى مع غسل الحمام. اقتنع وفتح الباب وأعطاه كل الليرة إلا فرد شيء قليل من ليرة واحدة كان صرفه في أول الليل في خبز أو فرد شيء، وراح واغتسل وصلى صلاة الليل وحل فلوس اللي لعله إذا أبقى إلى آخر عمره كان يوصله كله أعطاه لغرس. لذا وصل مقامه إلى أنه ينقلون في أحواله كان يأتي إلى ضريح الإمام ويتكلم الإمام، وكان يذهب إلى مسجد الكوفة ويتكلم مع الإمام المهدي، وأنه ذات مرة في قصته مشهورة في كل الكتب يذكرونها، ذات مرة أدلى دلوه في بئر حتى يستقي ماء لأجل وضوءه، خرج الدلو ممتلئا بالجوهر الجواهر، صبه في البئر، ومرة ثانية أدلى دلوه في بئر يمتح الماء وإذا خرج كله جوهر جواهر صده في الماء الثاني في البئر. في المرة الثالثة لما خرج الجوهر رفع رأسه إلى السماء وقال يا الله أحمد يريد منك ماء ولا يريد جوهر، أحمد اسمه ملا أحمد الأردبيلي، فصده في الماء المرة طلع الماء وتوضأ به وصلى. ومن هالقصص العلماء بكثرة أقول أخذ من تلاميذ الإمام أمير المؤمنين وتلاميذ الرسول وانتهاء بكبار علمائنا في التاريخ. كلكم سامعين أن ميثم التمار كان يعرف منايا والبلايا. منايا والبلايا يعني شنو؟ الآن اسأل مني أن الشيخ كاظم السباعي بأي مرض يبتلى في المستقبل ما أعرف، إيش وقت يموت ما أعرف، هل يصبح مرجع تقليدي ولا ما أعرف، بالنسبة إلى الأخ والأخ والأخ وروح للأخير. لكن ميثم التمار كان إذا نظر إلى إنسان تمكن أن يقول مستقبله هذا شنو إلى آخر عمره. المنايا جمع منية، منية عن موت يعني يعرف موت الناس إيش وقت. البلايا جمع بلية يعني يعرف كل إنسان يبتلى بأي شيء، يبتلى يعني مو لازم بالمرض، حتى الرأس ابتلاء، حتى الوزارة ابتلاء. ابتلى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فكان ميثم التمار يعرف المنايا والبلايا في أحواله. الشاهد في أنه الإنسان يجب أن يتبنى إطاعة الله، هذا بالنسبة إلى حياتنا. أما إذا مات الإنسان هناك بعد لا عنوان لا مرجعية لا خطيب لا كل شيء ما يفيد إلا إطاعة الله، خلاص بحر
يعني في الدنيا، الدنيا مختلفة، أما بعد الموت خلاص. مثل أنه أنت أكبر شخصيات تجارية في الكويت، إذا رحت إلى البحرين يشوفون جوازك، شخصية تجارية أو مو تجارية مو مهمة، أو أكبر شخصية علمية في البلد، رحت إلى السعودية يشوفون جوازك. بالنسبة إلى الآخرة هناك فقط الجواز خلاص، جواز المربوط بالله سبحانه وتعالى، وإلا كل شيء ينهب. نحن إذا أردنا أن نصل إلى مكان من العلم ومكان من العمل، حتى مكان من العمل الله ما يعطي قوة لكل واحد. يعني قسم من الناس يصورون لا يتمكن الإنسان أن يعطيه الله مكانا من العمل، الله ما يعطي، بل مكان عمل دنيا ويسير، لكن عمل دنيا مو مربوط بالله، عمل مربوط بالله سبحانه وتعالى، مكانة علمية أو مكانة عملية. فرد واحد في النجف الأشرف أراد أن يفوض الله إليه مكان رئاسة علمية عملية للناس، فتوسل بالإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، توسل كلش كثير. رأى الإمام في المنام، الإمام قال له اخدمنا كان المكان، لأن نحن أبواب الله، أنا مدينة العلم وعلي بابه، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. الشاهد أن الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى، والله مو مهم عندي أنت الطلبة في مدرسة الرسول الأعظم والناس يقبلون يدك أو إمام جماعة لعشرة آلاف إنسان. إن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال إن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله ولو كان سيدا قرشيا، وإن محب محمد من أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا. أنا عالم وأنا سيد وأنا مرجع وأنا خطيب وأنا محترم في الاجتماع، كل فلس تطيع الله أنت سيد ولو عبد حبشي، تعصي الله أنت عدو رسول الله حتى إذا كنت أبا لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب وهو عم رسول الله، وابنه أبو لهب عنده ابنان أصهر رسول الله، زينب وأم كلثوم أو زينب برقية زوجتان لابني أبي لهب. أبو لهب عنده ولدان، ولداه تزوج ببنت رسول الله وعزلت موقع، وأخو أبو طالب، وابن أخو علي بن أبي طالب، وابن أخوه الآخر رسول الله. ثم ينزل في حقه بسم الله الرحمن الرحيم، تب كذا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا في الدنيا سيصلى نارا ذات لهب في الآخرة. هذا هو وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسار. على كل نحن كطلبة يجب علينا أن نتبني إطاعة الله في كل ما يقول من أوامر ونواهي، من واجبات ومستحبات حسب المقدور. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا صنعنا هذا الصنيع أننا قريب إلى الله، وإلا الله له ملايين الحمير، الحمير في هيكل البشر الله عده، والحمير في هيكل الحمار عده. ما ادري كل اصدقاء شايفين الحمير؟ بعض الشباب ما شايفين الحمير، ان انكر الاصوات الا صوت الحمير. اذا ما شايفين في حديقه الحيوانات اكو قسم حمير الجهره ايضا، ان انكر الاصوات الا صوت الحمير، الله له ملايين الحمر. هذا انظر الحمار صار ازيد لا اكثر ولا. أول شيء يجب علينا أن نواظب عليه هو إطاعة الله، في القرآن قراءة، في صلاة الجماعة، في صلاة الليل، في النوافل، في الآداب. حتى بعض علماء المعاصرين لنا أساتذنا كانوا يقولون من شرط
الطلبة أن يخلو بالليل بالله ويبكي بكاء بكاء بكاء. خلينا نقول هذا من شرط، إذا هذا الشرط مو موجود فيه هيك في أمان الله. يصلي صلاة الليل، يتضرع إلى الله، يتطلب من الله العون حتى الله يعطيه شيئا، وإلا مثل سائر الناس. عبدي أطعني طبق هذا الشيء. قراءته سهل، كتابته سهل، تطبيقه عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.